وقيلا بلت الدراري بلت وقيلا الفرانة تقطعوا. ربي دارتها بيا بنت الكلاب، 10 سنين وانا خدام كنجمع، دفعت لها الوراق وطلعتها للخارج، 6 شهور 6 شهور ما فاتهاش. ومع من مشات مع واحد المصدي من بنغلاديش ولا باكستان ولا مع الشيعة ولا مع شي ماجوس. 10 سنين ولا خدام هوي، حتى ما فيهمش الثقة بنات الحرام، ها العيالات ما فيهمش الثقة. قلت لك اياك تعاود تزوج، ما فيهمش الثقة. علاش دابا انا زعما تعديها طوموبيله فورد فيستا في عمرها 14 عام، الاخر عندو بي ام وقيله ومطعم، حتى العيالات ماتيرياليست ماتيرياليست اخويا، الطمع وما يشبعوش وديما خصم خصم خصني خصم. تجبتها من كاريا من المغرب، راه ماشي وحده لاباس عليها زعما تقول ما معيشاش هنا كما كان بو بو داك بو عار دوك اللي كيجمعوا البعر من الزباله وعد كاريان في بنسيك. وانت شو دابا توحل معاها شحال خسر ديال الفلوس، صيفط السفاره محامي خلص الضرائب والخير ما يبانش فيهم. تنوض 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 ينوض معاك، تنوض تقلع ترى ما تليش قاعد النوض، راه تحشيت تحشيت راه 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 غادي راه غادي راه 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 شتيهم راه غادي راكب معاك كات كات عدو. وقيلا بلت الدراري بلت وقيلا الفرانات تقطعوا البروستات ما بقاوش مشبرين. لابس الكحل وخارج قب بحال الشيطان، تا قرانكم يتزوجوا وهذا يعرفوا شي زواج، تا وقيلا مدوب اللي كي يضلوا مع عمرين ستارباك والقهاوي وحاضي الغادية والجاية. وملي كنمشي للمغرب قبل ما نتكاتبوا نمشيو نخرجوا للمطعم العصير شرو بيا ما تشرب شرب البوكليب ان شاء الله يبارك لها في الركابي، شحال خلص لها ديال العواصير شحال، وتقول هنا نبات هي هذيك. ومرة اللي تحت راسهم تحت راسهم البلانات وداك الشيء راه ما تعرفوش، ما تقيش تعرف اش كاين كيفاش النكات. كنت عاودت تشلي نكات وضحكت وياك وانتم كتهجروا. هاي دابا تصعب العلاقات، راه هي ملي نضحكوا كي 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 كنت اصلا ملي كنت كتمشي تجلس معاهم في القهوه وتشربوا العصير بينك وبينها شي علاقه؟ انا ما بينك وبينها حتى علاقه، اذا كيما مشات معاك غتمشي مع واحد اخر. هي توطر رامي الصناره تيجي بالله شي حول بكرونو، هات جيتي هاي جمعت لك الحصيصة 10 سنين وانت خدام مع مسيدي دات النص يا صافي. الجريلات اللي كانت عندك في المقص مات معاك وصافي عادي عادي. واش النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال لك اظفر بيدات الدين غير ناض وقالها؟ كتصلي بعدا كتصلي؟ وكنصلي شي مرات في رمضان مرة كنمشيو للجامع يعني مرة مرة شي موسمي موسمي ياك حتى جا في الصلاة لشي جوج عصطار ديما بوحدو عالم ديما القعاد فيه ياك كتخرف عليا حتى لا تقعد نو السيار كتقول ترى اخترناها دايرة الزيف داك اللي كيلوي وهك خارجين دوك الشعرات بحال قوبارة راه دايراه راه حق داتو ترى نزلات هنايا مشات تصور مع شناهي شي ورقة حيداتو حيداتو بدات لك في العكار وزيد وزيد ولات كتلبس ليا شي سلا والمطردقين هوي ترى اللحم باغي يفيض منهم حتى ما كاينش علاه من تسلم هوي حتى لا باقا تحدو وتحد حتى حتى السير كتقول اه. السلام عليكم الاصدقاء الكرام، مرحبا بكم من جديد. كما شفتوا في هذه التمثيليه اللي كتجسد واحد الجانب مظلم اللي كيتعرضوا ليه الشباب سواء من البنات او الاولاد او النساء ولا الرجال عموما، وما نظلموش شي جهه، كل واحد بخبيزته، النساء بخبيزتهم واشباه الرجال بخبيزتهم. وهذه المشاكل هذه ما يمكنش تكفانا فيها حلقه واحده او تمثيليه او ربع ساعه او نص ساعه، وانما خاصه كلام كثير والكلام الكثير بدون اخذ
الاكشن او الحركه او التفكير في تغيير العقليات، غتبقى الامور على ما هي عليه. كل ما كنعرفوه بالمختصر المفيد باش ما نطولش عليكم، ان قبل ما نشري السياره كندوزو بيرمي. البيرمي كنحفظوا فيه تعاليم ومعلومات، هذا خط متصول من الدوبلاج، احمر اصفر اخضر، نوع الوقوف، عقبه، المهم كنقراو كيفاش نتعاملوا مع السائقين الاخرين. كاينه ولا لا؟ كاينه. ملي كنشدوا رخصه السياقه وكنبداو نمارسوا السياقه في الشارع، الا طبقنا 70 80% من داكشي اللي قريناه ما كيوقعوش الحوادث بزاف، وتبقى الامور بخير وعلى خير. هي امتى كيوقعوا الحوادث؟ ملي نخالفوا التعاليم اللي خديناها في المدرسه ديال التعليم او سياره التعليم او الكود للروت كما كيشبهوه كما كيسميوه، او داك الدي ان في انستراكشن اللي فيه المعلومات ديال السياقه. ملي نوض انا نسكر ونشرب ونتحشر ونتقرقب ونضرب الباري ونخرج نركب السياره ونتواجه مع عباد الله في الطريق، كنقتلهم وكنقتل نفسي وكندمر لهم السياره ديالهم وندمر السياره ديالي. السبب ديالاش؟ ما تبعتش التعاليم اللي علموا عليا في سياره التعليم. كاينه ولا لا؟ كاينه. نحن كمسلمين ملي كنبغيو نبنيو اسره كنبغي نتزوج وحده، البنت ما كتعرفش المعايير ديال الراجل ولا الولد اللي غتختاروا. سامع شي ضبابه يدفر ماشي يدفر، اذا جاكم من ترضون تينه فلوسه وخلقه فزوجوه، والراجل شي تشاش يدفر بذات الدين. شكون هي ذات الدين؟ شكون هي ذات التين؟ ما قراش ما فهمش ما فمستحيل تبنى اسره اصلا. راه الغالبيه العظمى اللي كتشوفوا مستمرين في الزواج مستمرين على مضض، يعني غير ما عندوش فلوس باش يعاود محاوله اخرى يتزوج، او مقهور او ساحر اللي هو العياذ بالله من العيال السحارات اللي سلطهم على شي واحد. راهم الغالبيه العظمى على ايين اوروبا غارقه بالسحارات بحكم قريبة للمغرب، طلعوا العيال السحارات تما الدراري كيعاودوا في بلجيكا فرنسا في اسبانيا، ولا السحارات على كثر. هنا في امريكا الحمد لله باقي داكشي قليل. وكنوصي انا اللي شي حد اللي عنده شي حد شي مو ولا كتعاطى السحر، من الاحسن ما يطلعهاش للخارج باش ما تفسدش دوك الناس اللي في الخارج وتجيب داك التخلف ديالها من افريقيا ولا من المغرب وتشتوا على البشر. الله يرحم الوالدين، يعني الهضره يعني شرح من اللح ماشي مشكل. على ايه هذه المواضيع ديال الزواج خصنا نهضروا عليها وخصها حلقات كثيره. الناس ما كتقراش وما باغاش تقرا وما باغاش تسمع. راه الغالبيه العظمى عجبو طرف ديال اللحم وطرف ديال الشحم، مشى جابوه خرج ليه بركوكش مخلط بالحار والفلفله والمحاكيم والتشتيت. وغالبيه الناس دابا كيقول لك الزواج مصالح، البديل شنو هو؟ البديل هو الزينه اللي منتشر، هذا هو البديل. فهمت؟ ارجو ان تعطونا اذانكم وغادي نستمروا في شي حلقات كما وعدتكم في القناه هذه اللي هي زماجري ان ياسي باش نهضر على هذه المسائل هذه، وخص التفاعل وطرح المشاكل اللي واقعه ولا اللي شفتوها وقعات او اللي وقعات لك انت شخصيا، فهمتي؟ ممكن تحكيها لينا باش ناخذ منها العبره ونهضروا عليها، والمشاكل اللي ما هضرناش عليها وما ناقشناهاش غتبقى ديما مشاكل. والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، راه اللي وقع لك انت غادي يوقع لشي وحدين اخرين، وشي وحدين اخرين راه متخاوفين ما قادرينش يدخلوا للمعمعه لان كيشوفوا الكوارث اللي وقعت لدوك الناس اللي قبل منهم، وفبداو كيقول لك لا الزواج ما صالحش. ايوا اشنو؟ علاش كتاكل البطاطا واللحم وداك الشيء؟ تاكل البطاطا الى اخره. راه هناك اشياء يجب هي العلاقات اللي هي العلاقات الحميميه والحب والغرام، هذا خصو قنوات اللي تفرغ فيه اللي هو الزواج. دابا الغالبيه ولاو مقتنعين ان العيالات ولاو عندهم عباره على طواليت، حشاكم طواليت يتبولوا فيهم وطلقها واستمرار اخرى وحده اخرى، هذا الشيء اللي وقع من طرف اشباع الرجال. والبنات مع الاسف الشديد حتى هما كيمشيو مدفقات، كتقول ضروري الا ما مشيتش معاه وما داك ما غاديش يبغي يتزوج بيا وما خرجش معاه، خاصني نخرج معاه ويجربني والى اخره، ومن يجربك كيلوح في طار الزبل ويمشي يجرب واحده اخرى. هذا الشيء راه كنشوفوه ومعاد مكرر مع الاسف الشديد. السبب كامل بعدنا على الكود للروز اللي هو القران والاسلام والسنه، داك الشيء الناس ما كيبغيوش يسمعوا، هذا الشيء ما كيقدروش يسمعوا لان كيجي مقاصح، ولكن الحقيقه ما يمكنش تدخل تصور معنا في الشارع الجندره ديالك وانت ما عندكش رخصه السياقه، راه ما يمكنش لك تتزوج وتنجح في الاسره ديالك وانت ما قريتي والو على هذا الدين وما التزمتي حتى بشي نسبه مئويه من هذا الدين وهذا القران. وتصبحون على زواج والى اللقاء.